نورس اف ام، خليها معك. إذن زي ما عودناكم في النورس، إحنا معكم أول بأول في هذا اللقاء الخاص. راح يكون معنا قبل فترة في رمضان الماضي كان معنا الفنان عبد الكريم القواسمي في برنامج هل وطل مع زميلنا عوض اليماني. اليوم وفي هذه اللحظة الفنان عبد الكريم القواسمي معنا في أريحة من خلال طبعا زيارته لمدينة القدس بدعوة طبعا من ملتقى المثقفين المقدسي لتكريمه في هذه المدينة العزيزة على قلوب كل العرب والمسلمين. منقول في الاستوديو ومنرحب بالفنان عبد الكريم القواسمي، ومنرحب طبعا مع الفنان فناننا المحبوب حسام أبو عيش الفنان المقدسي اللي راح طبعا يرافقكم في هذه المقابلة على في من خلال راديو النورة. نترككم مستمعينا مع زميلنا حسام أبو عيشة والفنان الأردني عبد الكريم القواسمي. تحياتنا لكم وخليكم معنا على السماء. هل وطل، هل وطل بحلقة استثنائية بيستضيف الفنان القدير الأردني عبد الكريم قواسمي. مساء الخير وكل عام وانتم بخير. مناسبة الشهر الفضيل بحي إذاعة نورس وجميع العاملين فيها، وبهي المناسبة أنتهز الفرصة لأبارك للعالم العربي والإسلامي جميعا بهذا الشهر الفضيل. عبد الكريم قواسمي في هل وطل على نورس اف ام. يسعد مساكم من نورس اف ام 93.5 في فلسطين والأردن وعلى الموجة الإلكترونية جاوب بي اس لكل أنحاء العالم. أبو أشرف أهلا وسهلا فيك. من اسمك حناخد إنك شرفتنا في هذا الاختطاف اللي وقعنا فيه أنا وياك موجودين هيئة الفخ اسمه خالد عمار عن الجسر على استوديو النورس. حياك الله وأهلا وسهلا فيك يا أستاذنا. شكرا أولا على هذه المقدمة اللي لا أستحقها، وشيء ثاني أنا أتشرف بهذه الدعوة وبهذه الزيارة اللي أحلم فيها، كنت بحلم فيها من سنوات، وأنتهز هذه الفرصة لأقدم التحية الحارة والعطرة والمليئة بالمحبة والمودة إلى كل الأهل من البحر إلى النهر، إلى كل الأهل في فلسطين الحبيبة بدون استثناء، صغيرهم وكبيرهم، شابهم وشيخهم، طفلهم ويافعهم. تحية بينك، وبعتبر حالي أنا يعني كطفل أعادوه إلى أبوي، يعني أنا بعتبر حالي بين أهلي وربعي وعشيرتي. ويسعد مساكم جميعا، وأنا يعني أعجز عن الكلمات اللي بتنم عن الفرحة، فرحة هذا اللقاء. إن كنت أنا كان هذا اللقاء الأول في رمضان من خارج الحدود، حاليا أنا داخل الحدود، ولو إنه هاي الحدود أنا لا أؤمن فيها ولا أثبتها لأنها كلها صناعة سايكس بيكو ولا أعترف فيها، بعتبر فلسطين والأردن وسوريا ولبنان عبارة عن حارات، حارات في بلاد الشام، والكل أهل والكل أحباب، وبلاد وحدة ربنا يهدي البال فيها جميعا إن شاء الله. الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان، الطفل في المغارة وأمه مريم وجهان يبكيان. الطفل في المغارة، الارتباك الطفولي اللي بديت فيه وانت بتحكي، أول ما سلمنا عليك قلت أنا الجسر اللي مرقت عنه قبل 23 سنة في 91 اللي طوله 15 متر وصوت الباص الخشب تبعه بيقطع، اختلف الهواء والاتموسفير، الاتموسفير بالضبط. هو المقصود الهواء؟ لا، الهواء وتأثير السماء والأرض، هذا هو صحيح. هذا المقصود فيه اللي هي الطاقة اللي حكيت عنها أنت قبل شوية وإحنا قاعدين بناكل بسكوت عشان نعرف إحنا أكلنا بسكوت شربنا عصير. حكيت عن الطاقة الإيجابية اللي بتصيبك لما أنت بتفوت مكان في نوع من القدسية، في نوع من القداسة، وأنت اليوم حتكون بكرة مكرم من مهرجان زهرة المدائن السابع فيما يخص المبدعين في كل أنحاء العالم العربي الذين يعملون أو عملوا من أجل القدس في مجال الأدب
والفنون والإعلام. شو الاتموسفير اللي اختلف بعد ما قطعت الجسم؟ والله أنت جبتها من ناحية علمية، هي الطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية يعني أو السلبية هي تصدر من أي كائن، سواء كائن حي أو كائن جماد. ممكن أنت تقابل شخص ما تكلمه وما بتعرفه وترتاح له، إذن هو أرسل إليك طاقة إيجابية. والعكس صحيح، ممكن أنت تقابل شخص ما بينك وبينه أي معرفة تنفر منه، بكون خرج منه طاقة سلبية أنت نفرت منه، أو هو سحب طاقتك الإيجابية. هذا في علم الطاقة. كذلك ينطبق على المكان. زور أي مكان للعبادة تكسب منه طاقة إيجابية وتشعر بهدوء رباني عجيب. بس هذا المحل الأريحة أنت مرتبط فيه وأنت صغير، كنت تلعب بالحارات هون؟ لا، كم حارات الخليل. لا، في حارات الخليل. حارات الخليل لا تتعداش. تتعداش. انا بدي انكش قصة الخليل. انا جيت الى أريحة زيارة، كنت بالصف الخامس. نعم، بالصف الخامس. ولاول مرة بتعرف على البحر الميت وعلى جبل قرنطل وعلى أريحة، جيتها زيارة مدرسية في صف خامس. أما مدارج الصبا والطفولة هي في حارات الخليل. في حارات أي حارة بالضبط؟ حارة الشيخ. حارة الشيخ. هاي تسامعيننا حارة الشيخ. طبعا الحارات الأخرى تزعلوش، زي ما تفضل كل الوطن العربي هو عبارة عن حارات في قلب الوطن العربي. نرجع للطاقة الإيجابية. نعم. هاي طبعا العلماء بيسموها طاقة، ممكن إلها اسم آخر من ناحية روحية اللي هي البركة. نعم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لاحظ، المسجد الحرام ذكره حاف، المسجد الأقصى برزه الذي باركنا حوله. نعم. وطبعا البركة الربانية شو مسافتها لا يعلمها إلا الله. لا إله إلا الله. وين بتصل البركة هاي؟ هذا الشعور لا أقوله متعنصرا ولا أقوله متحزبا، إنما هو حقيقة طبيعية فيزيائية لكل من يمر عبر هذه الخشبات اللي أنت سميتها بتترقع تحت عجل السيارة، تحت عجل الباص. بالضبط. أنت بكرة حتستلم تكريم باسم القدس، شو بيعني لك أبو أشرف الحكيم؟ التكريم بيعني لي في عام 2011 كتب لي أن أؤدي فريضة الحج إلى مكة المكرمة. أعتبر أنا زيارتي للقدس ولفلسطين تكملة للحج اللي أنا قمت فيه، أو هو حج أصغر. وهذا الحكي أعتقد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الأقصى واحد منها، وعشان هيك أنا بقول هو تكملة للحجة اللي أنا قمت فيها ب 2011. فهذا التكريم، أنا بعتبره هو وسام حياتي، مش وسام على جبهتي ولا على صدري، لا، هو وسام حياة بعتبره. ويعني أحمد الله وأشكره جزيلا. وطبعا الكلمات لا تفي بالشكر للقائمين عليه اللي هم ملتقى المثقفين المقدسي في مهرجان زهرة المدائن السابع، وكذلك معرض الكتاب. نعم صحيح. أبو أشرف، لما أنت حكيت عن القداسة وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الواقع أنه الفنان تحديدا في الوطن العربي بتكرم خارج بلده في مهرجانات متعددة، ويقدم على المسارح ويقدم إلى الشاشات، ولكن يبقى هذا التكريم منقوص إذا ما رجعش في النهاية ولقاه في المنبت تبعه. هذا الحكي صحيح. اليوم أنت راح تكون على مرمى حجر من حارة الشيخ يعني، وأنت تكرم باسم فلسطين كلها، وهذا لما بنحكي عن تقريبا 4 عقود من العطاء اللي حملت كثير من الأعمال الدرامية عن القدس وعن فلسطين، سواء كانت بدوية أو درامية حديثة. حدثنا، شو كان يعني لك لما أنت تستلم نص تكست، سواء مسلسل أو فيلم أو مسرحية فيها فلسطين، فيها القدس، فيها المقاومة، شو بيعني لك؟ أولا، حارة الشيخ والخليل وفلسطين لم تكن في يوم من الأيام
أبعد من مقرط العصا أو مرمى الحجر. نعم. هي في القلب دائما. الشيء الآخر، الأعمال الدرامية التي تتناول القضية الفلسطينية أو تتناول أعمال المقاومة، أنا بعتبرها سيف بحدين، في حد إيجابي وحد سلبي. الحد الإيجابي اللي هو أنا بعتبره المعرفي، المعرفي للأشخاص أو للجيل الصاعد اللي ما عرف شو معنى حيثيات القضية بتفاصيلها. لكن الشيء السلبي وهذا الحكي أنا حكيته قبل 23 سنة لما كنت في زيارة لفلسطين والخليل، إنه كثير كانوا يطالبون اعملوا مسلسل عن القضية، اعملوا فيلم عن المقاومة. فكان ردي إنه أي حجر يرمى من يد أي طفل فلسطيني على دبابة هو أقوى من أي مسلسل إحنا بنعمله، وأقوى من أي فيلم إحنا بنعمله. وهون الخوف، هون الخوف إنه أنت تيجي تمثل شخصية عملاقة في التاريخ أو في ذهن المشاهد والممثل يقزمها. نعم. عشان هيك إحنا بنخاف من إنه نعمل أعمال درامية عن المقاومة، نقزم المقاومة ونقزم القضية بحيث إنه الواقع أكبر من هيك بكثير. نعم. صحيح. لكن لا يمنع هذا الحكي إنه الكتاب يكتبوا، إنه المنتجين ينتجوا، إنه الممثلين يمثلوا والمخرجين يخرجوا. لكن أقولها بصدق وأجري على الله، إنه جميع الأعمال التي تتكلم عن المقاومة الفلسطينية تنشر بالمحطات الفضائية والإذاعية بحياء. وما بدي أذكر يعني أعمال نشرت بصعوبة وبعد كذا سنة لما تقبلتها المحطات الفضائية. شوارع الإكس العتيقة قدام الدكاكين البقيت من فلسطين، حكينا سوا الخبرين وعطيوني مزهري، قالوا لي هيدي هدية من الناس الناطرين. بقول لك لما اجى صحفي اسرائيلي يهودي على الخليل شاف اختيار قاعد في الكروم يعني، فبقول له خج انت شو بعمل هون يعني؟ قال له قاعد تحت الشجره يعني زي ما انت شايف يعني. قال له انت من وين؟ قال له من هانا من عند الشجره يعني. قال له قديش لك هون؟ قال له والله بعرفش، انا تمنى اجى سيدنا ابراهيم الان قاعد تحت الشجره. وهذا الرد البليغ اللي انت كنت تحكي عنه لما طفل صغير بضرب حجر، القيمة النضالية لمفهوم الحجر او للقيمة الجملة اللي حكاها هذا الشخص الخليلي، انه انا بعرفش من ايمتى هون، بس بعرف انه لما اجى سيدنا ابراهيم ابو البشر لاني قاعد هون، بمعنى انه احنا تاريخنا يسبق كثير. من خلال حديثك حدثت عن الانتاج، انه قد ما انتج اليوم الانتاج يمر بأزمة كبيرة لا شك، واضحة جدا، بقصد الانتاج الدرامي سواء بفلسطين او في الاردن. هل يا ترى المنتج جبان أم المنتج تاجر نقطة، أم أن مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة اللي انفتحت على اليوتيوب والستاند اب كوميدي والست كوم والسهولة في الفرجة أصبح هو يعني هو نقول موجه المنتج أرخص، وين بتشوف العقدة خلينا نقول في الموضوع؟ لا هو يعني المنتج بغض النظر عن حسه القومي والوطني هو بدرجة أولى تاجر. نعم صحيح. إذن أي عمل يجد تسويق راح ينتجه. فالخوف من وين؟ من المحطات كما أسلفت. نعم. أنا أعتقد أي محطة فضائية وراها رأس مال. نعم. إذن هذا الرأس المال بده يكون إله توجهات. هل أنت بتضمن إنه هذا العمل اللي إله صبغة وطنية أو إله صبغة مقاومة إنه يجد الانتشار والقبول في هذه المحطات اللي أغلبها ويمكن طبعا أنا ما عندي الإثباتات المادية، أغلبها الله أعلم منين يتلقى التمويل. عشان هيك المنتج مش جبان، لا يعني ما في ردود فعل من المحطات.
لما المحطات تطلب منه أعمال تخص الوطنية وتخص المقاومة ستجد أنه يتخصص في مثل هذه الأعمال. أنا سوري مجبور هقطعك هوني يعني وبحدي. الدراما السورية انطلقت وبينت للشاشة من خلال الأعمال نقول بين قوسين الوطنية الشعبية اللي بتحكي عن النضال، بتحكي عن مقاومة الاستعمار، بتحكي وفجأة أصبحت على كل شاشات العالم العربي وبدأت تنافس. في الوقت اللي أنا بذكر أن المسلسل الأردني أجبت من فترة من الفترات يتنافس مع المسلسل المصري. هذا صحيح. السنة يقولوا الأردن تفوقت، السنة بعد يقولوا مصر تفوقت. طب يعني في معادلة، في إشي مفقود هون. أنه صح زي ما بتتفضل، في كتير فيتو اليوم على أعمال تحمل صفة المقاومة، وهذا مش مختلفين عليه أنا وياك أنه هذا سياسي. أنت قلت قبل شوي أنه لما العام، لما الخير عم صح، هاي سياسة، ولما الشر عم هذه سياسة. لا مش معقول كل البلد تخرب مرة واحدة أو كل البلد تعمر مرة واحدة. فوين إذا هذا عمل يعني لاقى وانطلق مع أنه بيحمل الفحوى المقاومة الوطنية اللي بدك إياها، هل التاجر كمان يعني ذكي لدرجة أنه يركب الوطنية، ولا هو مسألة تسويق؟ لا، هي مسألة تسويق أولا عن آخر. ليش؟ لأنه كان الفترة اللي أنت بتحكي عنها كان أغلبها محطات أرضية، ما كان في محطات فضائية. فالمحطة الأرضية، المحطة الأرضية يعني مش غشيم، أنت تبث إلى منطقة محصورة. نعم. فإذا صاحب المحطة حط أي عمل فني بتحمل مسؤولية قليلة جدا. لكن حاليا أي محطة فضائية كذا مليون مشاهد بأمزجة مختلفة، فهو ما عنده استعداد يخسر صاحب دعاية مثلا، ما عنده استعداد يخسر مثلا جهة إنه ما تسمع لمحطته. بس حابب أعلق على الكلمة حكيتها أنت، إنه الفن اللي بتعلق بالمقاومة، أنا بتهيألي الفن أو الأدب اللي بتعلق بالمقاومة نوعين. في نوع يعني اتفقوا يسموه أدب مقاومة، هذا الناتج عن فعل المقاومة. نعم صحيح. لكن أنا برأيي إنه أدب المقاومة اللي أقوى من الناتج عن المقاومة هو الأدب الناتج عن الحس بالمقاومة، وهذا اللي إحنا لازم نوصله لأجيالنا. ولا يكفي إنه والله السيف أصدق وأنباء من نعم. الكتب إنه وقعة عمور يوم صح. لا، إحنا ننشئ جيل عارف قضيته، عارف أهدافه، عارف وين الحق المستلب اللي ضاع منه أو ضيعوا آباؤه أو أجداده، ولو أنه ورثوه هزيمة لكن غصب عنهم وهم مجبورين. يعني الأدب أو الفن الناتج عن حس المقاومة وليس عن الفعل المقاوم فقط. يعني مسألة أنه فلسطين والأردن توأم ومش توأم، أنا زيك بجوز، أنا بحكي شخصيا أني أختلف معها. أنا ما بشوفش هذا التوأم يعني اثنين، وأنا بشوف واحد يعني يكفي. وأخطع كلامك، يكفي أن جند الأردن كما كان يسمى أو لواء الأردن في العصر الإسلامي سابقا لازم يعرفوا وين عاصمته. عاصمته طبرية. طبرية والكل بعرف إنها حاليا في التقسيم السايكس بيكو هو فلسطين. نعم. فقط شغلة تانية، إنه ما كان لفلسطين أو الأردن هذا التقسيم الطولي، كان هناك تقسيم عرضي وفقط للتسمية، إنه جند الأردن وجند فلسطين بدون حدود معروفة. أكيد المستوى الدرامي من هذا الحكي، أنت على مدى ما يقارب الأربع عقود ما تفكروش أنه اختيار ما شاء الله عنه والله يعني هل أربع عقود بالأربعين أنا بالأربعين أربع عقود في الفن
عصرت واشتغلت مع كتير من بين قوسين الجنسيات العربية، من صحيح. العرب، سوريين، لبنانيين، مصريين، مغاربة، من السعودية، من السعودية، وأيضا من الدراما الأردنية، كم هائل منها فلسطينيين بالأصل. يعني وين بتشوف اليوم المسلسل الأردني؟ وين راح الدراما الأردنية؟ وين راحت؟ وين اختفت بين كل هدول؟ والله أنا يعني مع الطرح اللي بقول إنه أي مسلسل هو مسلسل عربي أنتج في مصر، مسلسل عربي أنتج في سوريا، مسلسل عربي أنتج في الأردن. بس هذا بخليك يعني تهرب من السؤال للعلم. لا 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 مش عهيك مش عهيك مش عهيك عشان نرجع لا لا صح نرجع للتسويق صح نرجع للتسويق. إذا كان مسلسل أردني معناها هو غارق في المحلية الأردنية، معناها ولا محطة غير الأردن راح تبثه. إذن هو مسلسل عربي، هو مسلسل عربي أنتج في الأردن. نعم. عشان هيك المحطات العربية بتبثه. المسلسل السوري ليس مسلسل سوري، وإلا كان غارق في المحلية السورية ولا محطة سورية تبثه، فهو مسلسل عربي أنتج في سوريا. طب يعني سوري اليوم بقول لك كل ما أغرقت أنت في المحلية، بمعنى في موضوعها الإنساني، بيصبح عملك عالمي مش بس حتى عربي. لا بتناقض حالك أنت، إنساني ومحلي ما بصيرش. لا لا قصدي لما أنت بتعمل عمل محلي مش مغرق في القضايا المحلية وبيحمل قضية إنسانية مهما كانت محليتك صغيرة، صح، انطلق لكل العالم ماشي. آه. ال- 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 المسلسل الدراما الأردنية في هذا الواقع، طب ما هي يعني المسلسل بدأ وشو، محلي في المفهوم اللي بيحمله أم عربي؟ يا سيدي عربي، تفضل. عربي بحيث أنه يمثل الجذور. نعم. والكل يعشق الجذور. صح. أي واحد عنده قصر فخم برياش وخدم وحشم، كل هذا بلتغي أمام جلوسه على شاطئ بحر 100%. ليش؟ لأنه يحن إلى الجذور، إلى صح الماء. صح. نفس الشيء كل عظمة أمريكا ومدنيتها وحضارتها كلها عملها من حد الآن تفتخر بالكوبوي. نعم. فإحنا لما نشتغل أعمال إلها صبغة بدوية، هي أعمال إنسانية. نعم. لبسناها هذا الثوب بس. هذا الثوب. نعم صحيح. إنما نعم. يعني أصل الدراما، أصل الدراما هي صراع الخير والشر، والشر، أو صراع الشر والشر، صراع الخير والخير والخير، هو صراع صراع في النهاية يتفوق في أحد الأطراف. أكيد صحيح. كويس. فلذلك الدراما أنا بسميها دراما عربية أنتجت في البلد الفلاني، وأعتقد هذا الحكي إحنا إلنا الفخر في الأردن إنه أغلب أعمالنا كانت مطعمة ومطهمة بفنانين من فنانين عرب ونجوم من الجزيرة، من السعودية، من الإمارات، من تونس، من المغرب، الأستاذ الجندي الله يمسيه بالخير، من سوريا، من لبنان. ف أغلب أعمالنا كانت تتسم بالسمة العربية، وهذا ما أرجو أنه يعيد ألق للدراما العربية، مش الأردنية ولا السورية ولا المصرية، العربية المنتجة. على دلعون على دلعون راح الحبايب ما ودعونا، على دلعون على دلعون راح الحبايب ما ودعونا، وعلى دلعون وليش دلعتين عرفتي مجوز ليش حبيتين، لكتوب كتابك عورقتين او لجعل طلائك حبة سيطون، وعلى دلعون وعلى دلعون راحوا الحبايب ما ودعونا، على دلعون وعلى دلعون اجنع راسي والبيع العونة. ما زلنا مواصلين هذه الخطفة في راديو النورس مع الفنان القدير عبد الكريم القواسمي، ومعانا على الهواء الآن الأستاذ الدكتور محمود خليفة وكيل وزارة الإعلام. مساء الخير دكتور. مساء الخير لك، مساء الخير لإذاعة النورس، للمستمعين، ومساء الخير لضيوفك وضيفك الكبير الفنان عبد الكريم القواسمي. سامعك منك إلى أخلص هلا، سامعك هو. مساء الخير دكتور، وأنا سعيد إنه تتصل في هذا اللقاء، وبارك الله فيك، وشكرا يعني لوزارة الثقافة ولوزارة الإعلام مع بعض. يعني إحنا أول شيء نشكرك على هذا الحضور، ونشكرك على
يعني هذا الأداء الرائع المتميز دوما. ويعني أنا بدي أضيف شيء إلى الفنان عبد الكريم القواسمي فيما يتعلق بمعرفتي الشخصية في أنه أيضا إلى جانب ما يقدم من الدراما على الشاشة هو رسام أيضا. فيعني هذا شيء يعني نسعد به أداء وحضورا، ويعني بوركت أياديك وبورك فنك أستاذنا وفناننا الكبير والقدير. يعني احنا اول شيء بنرحب فيك في وطنك، بارك الله فيك. شكرا. نرحب فيك بك فنانا عربيا متألقا، ويعني لا اريد ان اقول بان زهرة المدائن فقط تسعد بك، ولكن يعني سنكون سعداء بحضورك وبهذه الزيارة التي نعتبرها زيارة مميزة، والتي تتوافق ايضا مع حضور عدد كبير من الإخوة والزملاء والفنانين العرب من أصول فلسطينية الذين أيضا سيزورون فلسطين خلال الأيام الـ10 القادمة بترتيب وتنظيم من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. ويعني لا 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 يوجد ما أضيفه في هذا الإطار إلا أننا نقول بأننا دوما نسعد بالحضور العربي ونسعد أيضا بالحضور الفلسطيني في فلسطين، لأن فلسطين تحتاج إلى كل الإمكانيات وتحتاج إلى كل القدرات الكبيرة التي تركت بصماتها في الفن العربي، وتركت بصماتها أيضا في الاقتصاد وفي السياسة وفي الثقافة العربية. وعبد الكريم القواسمي واحد من تلك النجوم التي تلألأت عربيا، ونريدها وأردناها أن تكون أيضا شخصيا متلألئة في فلسطين. فأهلا وسهلا بك فناننا الكبير. شكرا دكتور، بارك الله فيك، وأنا سعيد جدا أنه توصفني بالفنان العربي وليس الأردني ولا الفلسطيني ولا أي إطار إقليمي، مع شرفي بالانتساب لفلسطين وللأردن. وأقول يعني أزيدك من الشعر بيت زي ما بقولوها، أنا أقول أي فلسطيني ليس له انتماء عربي هو ليس عربي ولا فلسطيني. صحيح. وأي عربي ليس له انتماء فلسطيني ليس عربي مهما كانت جنسيته. احنا طرحنا في نقابة الفنانين الأردنيين في إحدى السنوات نكون حيث الجرح يكون، وفلسطين جريحة، يجب أن يكون جميع العرب أطباء وممرضين لهذا الجرح، الجرح الفلسطيني حتى يلتئم. نكون حيث الجرح يكون، فكل عربي يجب أن يكون فلسطيني، وكل فلسطيني يجب أن يكون عربي. وشكرا دكتور، بارك الله فيك. شكرا لك، ونلتقيك في رام الله إن شاء الله وفي القدس غدا بإذن الله. أتشرف دكتور، بارك الله فيك. شكرا لك. بهذا النفس العربي الأصيل، قديش مهم هذا النشاط اللي ملتقى المثقفين المقدسيين وفي مهرجان زهرة المدائن واليونسكو وغيره، قديش مهم العمل دائما على فتح الشبابيك بعضينا على بعض. يعني أنت تعمل في هذا المجال من 40 عام، ولولا وجود مثلا الفضائيات أو كذا، قديش مهم هاي المهرجانات، هذا التواجد، هذا الحضور، بيفتح شباك لا معرفة الناس زي ما تفضلت أنت، زي ما بدأ تعرف بالتاريخ كمان بدأ تعرف شو موجود على الساحة عنا من ناحية فنية. قديش هذه التظاهرات، بديش أقول مهرجانات هي، لأنه اليوم مفهوم مهرجان أنت عارف بروح ل يعني هاي التظاهرة الثقافية التقييمية التقديرية، قديش مهم حصولها وبفلسطين الجرح المفتوح زي ما تفضل. صح يا عزيزي، أولا يعني مثل ما بقول، وهذا ليس مبالغة، إنه العالم أصبح قرية صغيرة. نعم. هو حاليا يعني شبكات التواصل الإلكتروني الاجتماعي أصبحت في حتى متناول الأطفال. نعم. أصبحت لعبة بين إيديهم، فالمعلومة راح تصلهم
إن شئت أم أبيت، ولذلك واجبك أنت كمثقف أن تصحح لهم المعلومة، أن تعطيهم المعلومة الصحيحة، أن تعطيهم المعلومة اللي تبني شخصيتهم مش ما تهدمها. أنا كعامل في الدراما والكل بيعرف، الكل بيعرف إنه حتى مسلسلات الكرتون في منها إيجابي ومنها هدام، أكيد. وهذا كله بتلقى طفلنا وبنشأ عليه، إنه أنا لما أشوف توم أند جيري إنه القوة بتغلب الحيلة، الحيلة بتغلب القوة كذا، أنا وسربت تربية لطفلي، للطفل، بالتالي تنعكس على سلوك. إذن هون واجبك أنت كمثقف إنه تصحح المعلومة اللي ممكن غيرك ودى معلومة سلبية موجهة طبعا وما أكثرهم. وأعتقد دراسة سريعة لجميع المحطات والشبكات تجد إنه أنت بتقضي ساعات أحيانا بمشاهدتها أو سماعها ولا تخرج بنتيجة إلا تضيع وقتك، ومثل ما بقولوا الوقت هو من ذهب، من ذهب إن لم تصنه ذهب. Time is money. الوقت أكيد. من ذهب. وين بدنا نشوفك السنة؟ على أي محطة وبإيش؟ آخر إنتاجات، آخر أعمالك؟ إن صدق القائل هناك مسلسل بدوي بعنوان رعود المزن، كاتبته واحدة اسمها وفاء بكر، إنتاج الـ NBC 1، إن شاء الله رح يعرض على رمضان. يتكلم عن قصة حب تراجيدية مش كوميدية، يمكن ما تسر المشاهد. طبعا بدون مفاتيح للمسلسل حتى ما أفقد عنصر ما يفقد عنصر المفاجأة. سرك كبير. إنما رعود، رعود هو اسم البطل ومزن اسم البطلة، تنين حبيبة. فيتابعوه في رمضان على الـ NBC 1. شو رأيك في السيبنا لقيت من الدرام، شو رأيك في الحب أنت في هالسن؟ الحب أعتقد زي ما بقول الله يرحمه وديع الصافي، هالحرفين مش أكتر عليهم ينبني الكون وشو معمره. الحب أنا بعتبره هو شيء مش معنوي، هو شيء مادي. العلاقة بين النجوم، العلاقة الجاذبية هي حب، كلهم في فلك يسبحون هو هذا حب. في روابط ما بين الجماد قبل أن ترتبط بين الإنسان، الأوادم والإنسان أو الحيوان أو الكائنات الحية. غدا إن شاء الله ستكون بين الحرفين، بين الحاء والباء، في تكريمك في مهرجان زهرة المدائن السابع من ملتقى المثقفين. نرحب فيك واعذرنا على هالخطفة هاي السريعة اللي احنا استمتعنا جدا فيها ولقيناها مطل جديد لنا، انه من خلال راديو النورس انه نرحب فيك قبل ما توصل وانت على الطريق. يعني برضو بكل الحب والمحبة والمودة اقول للمستمعين يسعد مساكو، وبشكر انا ملتقى المثقفين المقدسي ومهرجان زهرة المدائن، وبرضه لا انسى اشكر العاملين في اذاعة نورس اف ام، ولا انسى اشكرك شخصيا كمان. الله يسعدك على هذا التقديم الحلو. وعلى الحب نلتقي، وعلى الحب نلتقي مرة اخرى. شكرا لكم. من حب تشم هولا هولا ابو عيشة مع تشم، مع السلامة. نورس اف ام بترافقك، خليها معك.